صباح الخير شيرات، كي صبحتوا؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما عودتكم كما موالف كل خطرة نجيب لكم فيديو جديد. اليوم جيتكم بواحد الفيديو تاع محل للأحذية، وهذا المحل اسمه دونتنباخ، موجود في زوريخ في بلاد سويسرا هنا، وتاني موجود في ألمانيا، تلقوه تاني في ألمانيا. هذا المحل رائع من ناحية كما نقول الكواليتات، ومن ناحية الأسعار والأثمنة تكون مناسبة، وكل مرة يدير تخفيضات، يدير تخفيضات رائعة. وهذا المحل فيه الصنادل، فيه الأحذية، فيه الحقائب يعني السكان، فيه القش تاع السبور، فيه بزاف صوالح. بصح انا اختصيت هذا اليوم في هذا الفيديو فقط فيما يخص اخر موديل ولا اخر صيحه ولا اخر موضه تاع الصنادل، يعني صنادل ولا صابويات ولا كما راكم تشوفوا تاع الصيف. كما راكم تشوفوا معايا الشيرات هايلا، هادو بزاف. هنا لي صابويات خفاف، كاين لي بي، كاين صنادل خفاف، كاين كما راكم تشوفوا شويه لي موضه شابين علامه تاع الصيف. وان شاء الله مع اخر فيديو ان شاء الله غنوريكم مشتريات اللي شيتو من هذا المحل. وبالطبع كندير اكسيون، كندير واحد الاكسيون شابه بزاف، ومازال ان شاء الله قبل ما يكمل من يكمل جويليه تكون في الديبي تاع اوت ان شاء الله غادي يزيد يدير تخفيضات اكثر من هكا ان شاء الله. كما نقولوا حنا يدير ليكيداسيون باه يوجد يدخل الصوالح تاع الشتاء. شويه ستيل شباب، هذا خفيف علامه. كاين عده، هذا جاي سبور، هذا سبرايت، هذه معروفه، هذه لا مارك، هذه سبريت بالانجليزي ولا سبرايت. هذه لا مارك جاي خفيفه وجاي سبور وجاي الكاليتي تاعها كيما نقولوا حنايا صحيه. اللي عندها قدامها يكون فيهم تشلاح ولا قدامها يكونوا ضارينها ولا، ننصحها بهذه لا مارك، هذه علامه ما تنضر ما والو. شوفوا شابين هذو تاع اللي يجوا مع لي غوب وكاع. شوف الصندالات هذو خفاف تاع الشيرات تاع لي جون في وماركيتو هنا، حتى لي دام راهم يلبسوهم هادو صنادل كيما هكا. حتى الموجين خفاف، هادو علامات تاع الصيف تاع البحر وكاع. عجبني هذا الموضة، شو شباب علامه. بصح مي دوماج ما كانوش ناقصين منه، كان البري تاعه شويه، كان 50 حتى 55 يعني 55 فرانك، راهي كيما نقولوا حنا بدراهم بالجزائر راهي من المليون حتى مليون و200. هذاك صعوب ثاني. هذا شباب تاع الشيرات، هذا علامه، هذا تاع لي دام. شكون جايين شابين؟ هذا ثاني تاع لي دام اللي عندها 50 60 ولا يساعدها هذا في المشي وكاع. شو هذا الستيل تاعك داير؟ هي شابين هادو يشبهوا ستيل كما نقولت عليه بيك. كاين هادو تاع الصباع، هادو سبرايت علامه شيرات. هادو سبرايت على اللي عندها حشكم من رجليها ولا يطلقوا الريحه ولا يديروا هكا يخنازوا ولا كيما نقولوا حنايا ديرهم في الصبا تاعها الداخل ولا في الصابو تاعها ولا، يعني كل ما تمشى بيه ديك الريحه تاع العرق ما تطلقش، ولا هذيك الريحه تاع الصباط هذيك اللي كتير في لي زاديداس هذيك ما تطلقش الريحه. زعما ديري هذاك سبرايت الداخل تبسطيها وكاع علامه، يعني تمشي براحتك حتى ولا عرقوا رجليك ولا حشاكم عادي ديك الريحه ما تشموها ما والو، يعني نورمال. شتو كانوا حاطينها بثمن معقول زعما. شتو السيك شباب هادو عالمي جمع لي غوب طوال، غادي ترفد لك لا غوب كيما قلت لهم اللي عندها الحجم تاعها راه طويل. كما راكم تشوفوا ثاني، راكم تشوفوا هنايا قبعات، كتشوفوا حقائب ثاني، قلت لكم عنده بزاف صوالح محطوطين. بصح اليوم انا خصصت لكم هذا الفيديو فقط فيما يخص الصنادل ولا هادو. كما راكم تشوفوا هادو شناقل، هادو تاع الصيف، هادو راهم بالبري تاعهم يعني مازال ما ينقصوا منهم، ان شاء الله في اوت بالك ينقصوا منهم. شوف دوك شابين تاع لي جون في علامه، جو خفاف، هادو من احسن البحر. هذيك النواغ هذيك جاي ستيل تاعها سبور كيما نقولوا حنا لي شيرات اللي تلبسهم ولا، هذيك تكون خفيفه ولا تبغي تتمشى بزاف ولا، ننصحها بهذيك لا مارك علامه. هادو شوف شابين بون، شادي من هذه لا مارك، جو ستيل تاعهم سبور وتجي خفيفه في الكرع ما تضركم ما والو. حتى المرني نشوف بلي حطوا منها بزاف وراهم هادو صحاتو على
كما نقولوا حنا واحد تكون عندها 60 عام 70 عام هادو ملي حلمها لي صنادم شابين تاني وصحيين قلت لكم عندهم هلا ماتيغ علامه مخدومه بها جيت كلمه تحت جايه كما نقولوا حنايا مقطنين من تحتها داك الجلد تاعهم طري بزاف على الججلين وهذو تشكيلات اللي عندهم 10 سنين 12 عام ودروا دخلتكم في الجهات على الاطفال كما راكم تشوفوا كاين مختلطين كاين تاع البنات وكاين تاع الاولاد ان شاء الله هنا بديتكم تاع البنات وشابين علامه وكاع هذا البري راه كما قلت لكم راه 50% بصح مازال ان شاء الله غادي يزيد ينقص شويه الشابين تاع البحر هذو كاع بلاستيك هذو جي بلاستيك هذو سيلين تاع تاع البحر الشابين اللي ميت هما هذو تاع الشيلات صغار هذين تاع السبور اللي قلت لكم هذا اللي خرج هذا الستيل نسيني شابة عجبتني فلستي شباب هذه جيك ماكا تعيد ولا هكي جيها شباب البنت يكون صغير شابي ما شاء الله للصغار يحطوا لهم واحد الموديل واحد الستيل واحد الصوالح شابين بزاف يغيروا انا تاني جيت هذه الجهات على اللي بغيت نوريكم نعطيكم لمحه خفيفه مجيت الحقائز راهم حاطين واحد الاثمنه معقوله وشابه بزاف ننصحكم به هذا المحل جاي كيما نقولوا لا مارك تاع جاي خضراء اسمه دونت مبارخ شباب بزاف هذا دونت مبارخ شوف 12.45 ومازال غادي من القدام ان شاء الله يزيدوا له 60% 70% يعني هادو السيكان بالك يقولوا حتى 10 10 فرانكات 9 فرانكات شوف هاد السعر 30% ماهوش بزاف معرفكم عارفين بلي هنايا في سويسرا شويه عندها واحد الاثمنه شويه غاليه بزاف على هادي ديما نقارعوا غير هاد الوقت تاع الصولد الوقت تاع الاكسيون مي ناقصو الواحد كش مينافيكي شويه هاك كش ميدير صوالح للصغار للدار راكم عارفين انا خواتي زي وقت وركي واحد المشتري تستغي حاجه خفيفه كما كنشوفوا هذا الصابو علامه جبني حمر نلبسه مع الملايه تاعي طلعها لي علامه وراني كي لبسته ما عنديش بزاف ما هذا الفيديو صورته من قبل يعني كما نقولوا فات صديق صورته قبل العيد قبل العيد واه راكم عارفين مول العيد لبسنا ودرنا بهم وشعال وكما داك هذا الصابو جاي تعلف عشك شباب جاي خفيف علامه وهذه ثاني كلاكات هذه بلون بلوج هذه ثاني كلاكات تاع البحار ولا هكا تاع واحد يبغي يروح يعوم ولا يلبسها كيما نقولوا دير هكا ترخصي يعني تتشمخ عادي وهنا فيما يخص الاطفال الصغار البالغين شابه تقطع البنات صغار تلاقيتها وهادو تاع يتمشوا بهم غير هنا في التراب ولا برا هكا ولا وهادو الصنداله هايله ثاني دي كونفيرس صغيره تاع البنات وهذه تاع الوالد هذا راه كي لبسوها تعمرتهم كاع التراب وهذه ثاني بيك
علامة خفيفة شابة تاع الصغار، وهذا فيما يخص الرجال. هي تاع الرجال شوف تجي شابة سلتاحها خفيف علامة. وصلنا خواتاتي إلى نهاية الفيديو، نلقاكم على خير، تهلاو في رواحكم، ما تنسونيش خواتاتي بالبصمات، ربي يحفظكم، سلامة، تهلاو في رواحكم.